إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد التدريب الخامس ليلة كالشنات أجمع عن الأسئلة مستعينة بالصور كالجواب سؤالها أضوكا شنا يصور رضو يعني ويكا عاونيا ماذا يأكل بدر بدر محوعنيا بما يشعر بدر محو دريميا أين بدر بدر هلكو تشوغا ماذا يفعل طبيب الأسنان محو سمينيا دختركا إلكو أين بدر الآن إما كان هلكو بدر تشوغا كيف بدر الآن بدر إما كوا سيدي التدريب السادس عبر عن الصور مستعينة بالكلمات كما في المثال عبر الشيك أو عدى عن الصور صور رضا مستعينة بالكلمات أضو كاشنة أريضة كما في المثال ستصالها عنك قرن مثال تصال وحوي شعر خالد أحد دريمينك خالد لا إله هذا بألم شديد حنون أضقبو في أنفي سنكي سكت دريمين فذهب إلى المستشفى لأختار كيبو تقي وقابل الطبيب روح لكم منك لأختار كدكتوركي فحسه الطبيب دكتور كيبا باري الحمد لله إله با مهله هو بخير هو ناقصين مكعافمات كيس هذا بس ورهدا كلا سدا سو كلا وشرح او عدل هذا شعر سعيد وحو دريمي بألم شديد حنون ادق في اذنه دغتيسا فذهب الى المستشفى دكتور كو تغي وقابل الطبيب الدكتور كيبا قابلي فحسه الطبيب الدكتور كيبا باري الحمد لله إله با مهله هو بخير مكون ناقصين يهم صور كان كلانا ايك شعر وحو دريمي فارس نينك لا يلاهدا بألم شديد حنون ادو ادق في راسي مدخيسو كدريمي فذهب الى المستشفى دكتور كو تغي وقابل الطبيب دكتور كيبو قابلي فحسه الطبيب دكتور كيبا باري الحمد لله إله با مهدله هو بخير مكون ناقصين يهي هشام با كخيغا يا صدره شعر وحو دريمي هشام بألم شديد حنون ادو ادق في صدره لابتيسو كدريمي فذهب إلى المستشفى دكتور كوتغي وقابل الطبيب دكتور كيبو لا كلمي فحسه الطبيب دكتور كيبا باري الحمد لله إله با مهدله هو بخير مكون ناقصين يهي وهم مركا انه قرن هاشم كهر هشام بو اكن هاشم شعر هاشم هاشم هو قدل بألم شديد حنون ادو ادق في اسنانه الكيسة فذهب إلى المستشفى دكتور كيبو دبن تغي وقابل الطبيب دكتور كيبو قابلي فحسه الطبيب دكتور كيبو باري الحمد لله لا با مهله هو بخير مكون عايسين عافمات كيسو القراءة والكتابة إما كانوا حنقلنا أخرسكي يقرالكي أولا القراءة ورت أخرسان قوة رينينا التدريب الأول وليلسكي كوبات سل بين العبارة والحوار المناسب واحد اسكوح دا هادالكا هالكا كو قرن يوض الشيكيسكا كو هبون وعبارة وحق هوري حوار كنوا كاس آله عليه حاجة دمكوا آله كل هذا الكهرباء حوي ذهب صالح إلى المستشفى صالح نكر إلى دكتور كوتغي هو يشعر وح دريميا بألم شديد حنون آذو أذق أي في أسنانه كدريميا هذا بقى يبهن دم ب كخوها بون دمنا أذو كصوصار كبعض فوق رنت بحوار بس دوها ليه لماذا ذهبت إلى المستشفى محض دكتور كوتغ تبليل وضع واحد دايتين بالي لمقابلة الطبيب الأسنان وحنو تقينا لكل مو دخترك الكها دا واحد قال لماذا ومحا دخترك وقو تقيسا دايتين وحول أشعر بألم شديد في أسناني وحن كدريم يا حنون آدو آدو الكهي الكهي حنوني تاسا مركا قوها بونتا تنك لبالو فرسا عبارة تنك لوحوي عبارة وحضل عبارة وحاكو قران لبعض بدر يقابلو بدر وحول لكل مي طبيب الأنفي والأذني دكتورك سنك يدقها يول حنجرة عنا وهو يشعر وحو دريميا بألم شديد
حنون آدو آدك أي في أذنه دكتي سكدر يميا هذا با واحد كأغتا حوارضا ككوها بون عبارضا واحد قبطا بالغيب تجيمك دا واحد بحر إلى أين تذهب هل كي تقيسا طاية نحر أذهب إلى طبيب الأنف والأذن والحنجرة إلى طبيب الأذن والأنف والأذن وحنون تقيا دخترك سنك يدقه سنك يدقه اثنين واحد بقى لماذا ما حد يقول تجيزا رسول أشعر بألم شديد في أذني دكتي إذا حن أذوب ضم كدريمية عبارة أنا كاسا كهبون تصدح عبارة تحدو حوي بدر قلبه سليم بدر نكلا إلى ودنه سوعة في ماض قبا وعنده ارتفاع قليل وحقا وحكرك عسن أجسك أكتي سوعة كرك عبا هي في الضغط والسكري وحقا ديكره يو حقا معانا لبضة سولية هي لكن ودنه يسو وفيوي هاي هذا با عبارة ايقو فرسو عبارة الف كوكورية وحرنشة الحوار كالف كيس كوها بوين تا واحد با وحوري ماذا قال الطبيب دختر كي محويري طايتين وحوري قال وحوري دختر كويري يا دكتوركو القلب سليم ودنها وفيوي هاي والحمد لله اله بارم مهالي عافماتك كوم هاتسان وهناك هلكا وحاتيرا وحا يرهيا ارتفاع قليل في الضغط وحقا عن بضنين ودي كرأة وسكري يو حقا معانا تاسنا تاساقو هبون كوضا بيحوي طلب الطبيب من بدر وحوي ديستي وكلتلي لاختارك كعود صدي ننكلي لدى بدر ممارسة الرياضة انو سمايو تمعسي ايو مارتي عيارها كالدوان قار كمدا وتناول الفواكه والخضروات انو عنا فواكه دا واخو ترد عانا كرنين سيدا لين تيو عم ببابايجي عم بلفكيو حلمتك والخضروات سيدا كوالا كريو هذي تاي برادة بساشا ايو برادة بساشا يتمانا ديو كوا يكاروغ ايو مركا تنبا كوها بون حوار كنوضن باي تا واحد كيف ذهبت الى المستشفى سيادو قوتكتي اختارك سيادو قوتكتي سيحيد مالوكبات قوتكتي مقاعري عاليات قوتكتي كيف يعني سيادو قوتكتي taayteen wuxuu rabay bilisaaf ambalaaski aha gurmadka degdeg ah ayaan raacay taa waahid baa wuxuu rii bima nasaxka tabiib muxuu ku gula taliyay dhaqtarku taayteen wuxuu rii nasaxani wuxuu gula taliyay bitarawli alfawaki in waxyaabaha qudrada cuno wa mumarasata riyada oo aan la imaado jimicsi baarta ciyaaraha mid kamidana kaasna waa tadriibka atadiibu saani kalabaad waxa weeye iqra innas hadalkan akhri soo socdo nasku waa hadalka halkan ku qoran ثم أجب كل جواب سؤالها كذا بيا بالنعم ده وعلامة الصح صار أو باللا ده ما يده وعلامة غلط كسر تي أن صح هين تصحب أنا هذا ده بدو كان هذا الخط تغيب عمر وعمر با مغنا يو أخته ولا شيء فاطمة طلع إلى هذا عن الدراسة دي وحبر شذا ويا كم مغنا إن هذا الأسبوع ويكن ما يمان الإسكول كي عمر وعمر شعر وحده دريم بسداء بسداع شديد مضحنون آدو أدق بدريمي وألم في أسنانه يحنون الكيسة وقدر يمي يوم السبت مالنتي سبت ذا ذهب وحوتي إلى طبيب الأسنان دخترك الكها صباحا يوم الجمعة جمعتي أرورتي جمعة أيد بنا دخترك الكها وتي درجة حرارته هير كل كيسو يحمدي سنا مرتفعة ويس الرئيسي فحص الطبيب وحباري دخترك أسنانه الكيسو باري ونسح وحوكلتري بالراحة إنه نصته iyo wabitan oo shaqadii iska daayay waxbarashada wabitanawul dawa dawada uu qoray inuu qaato bacda yoon maalin kadib dhahaba umar wuxuu tagay ila madrasadiisa uu tagay suulkii uu tagay maalin kulku nastay fatimatu fatimana sha'arat waxay dareentay bisudaa'in shadiidin madax xanuun aad u adag aydan sidoo kale si walaalkeed wartafacad waxa kor u kacday darajada xaraaratiha heerkulka jirkeeduna iyo xumadeeduna korba u kacday ذهبت ويتكتي مع والدها يدو أبيه لصعوطة إلى طبيبة القلب دخترده ودنها أي أتكتي فحصت ويبارد دخترده قلبها ودنه دي يوسط لها اللابتي دي وقاست وحي عبرتو قياسك قاضي الضغطة قراعة على ذلك ديكر ديكيدنا انت أمارتي مريو قلبها سليم ودنه دو في يويهي والحمد لله إله بانا مهدل هناك ارتفاع في السكري waxa jira waxooga kor u kaca waxa macaanka ayaa faadimo ay qabtaa buuri wa sababu dalig
arintaa waxa u sababay in macaankeedu kordho ziyadatu alwazni miisaankeeda badano waa gabadh yaani hilib leh oo xoog badan oo miisaankeedu culus yahay talabat waxay weydiisatay minha inanta Aaysha waxay weydiisay adabibatu dhaqtaradi tarka sukuriyad waxyaabaha macmacaanka inay iska deeyso wa tanaawul khudrawaad waxyaabaha khudradda ah ee khudradda aan had iyo goor ee lagu cunin qeyrinka inteeda badan sida basas iyo baradhada iyo tamaandhada iyo kaarooga iyo baamiyaha iyo waa khudrawaad wal fawaaki iyo khudradaha iyaga aan la karin ee sida liinta iyo cambaha iyo waxa lamidka ah wana saxdaha bir raaxati waxa kula talisay inay nasato arbacata ayaad waxaad tahay afar cisho iska joog guriga oo iskuulka ha tagin haddaba waa kuwan su-aalihii adoo taa hore eed akhriday jawaabta kala soo baxaya ama sax ama khaladaad meelaha qaanadaha banaana horyaala shacra cumar wa faadmatu bisudaac madax xanuun bay dareemeen taasi waa sax dhahab cumar ila tabiib cumar wuxuu u tagay dhakhtarka yowmal axadi maalinta axada taasina waa qaladoo aroortii jimcuhu u tagay nasaxa tabiibu wuxuu kula taliyey dhakhtarku cumara cumar bil raaxat inuu naasto arbacata ayaam afar maalmood taasina waa qaladoo raaxa unbuu markii yidhi muumuu samaynin muddo maalin kadibna waa kii iskuulka ku noqday nasaxati tabiibatu dhakhtaradu waxay kula taliyey gabadha dhakhtarada ahi faatimata faatimo bil raaxati arbacata ayaam in afar cisho nasato kaasi waa sax afartaas ay u qortay qaybta shanaad waxa weeye talabatii tabiibatu min faatimata faatimo waxay ka codsatay dhakhtaradu tarka diraasa inuu waxbarasho iska deyso taasina waa qalad oo may odhanin nasashun bay u qortay waxbarashada jooji may odhanin bacda khamsati ayaam shan maalmood kadib dhahabat faatimatu ila madrasa madrasaday tagtay taasina waa sax oo maalinna waxay ku maleay dhakhtarka afar cisho nasasho ana waa loo qoray shantaa kadib bay tagtay sabab irtifaaci sukari wuxuu macaan kor ugu kacay waxay ahayd ziyadatu alwazni miisaankeeda iyo culayskeeda hilibkeeda oo badan taasina waa sax dhahaba cumar ilaa tabiib alqalb cumar wuxuu u tagay dhakhtarka wadnaha waa qalad dhakhtarka ilkaha ayuu isagu u tagay halkana waxa weeye tadriib athalith iqra almacluumaad waxaad akhrida waxyaabahan macluumaadka ah ee meesha lagu qoray uma maktubaha ku qor fil faraaqaad meelaha bannaan halkaa imika macluumaadka halkan ku qoran ayaad xaggan ku qori doontaa meelaha dhibcaha ay leeyihiin lahee bannaan maxaa halkaa ku qoran Zainabu taalibatun Zainabu ardayad fil marxalati almutawasidati waxay dhigataa dugsiga dhexe ayay dhigataa taqayibat way ka maqnayd cana diraasati waxbarashada ay ka maqnayd wa dhahabat waxay u tagtay ilaa tabiibati al-anfi halkaasi anfi baa inoogu qoran dhakhtarada sanka u tagtay ladayha mawcudun waxay leedahay ballan bay la leedahay asaacata halka inoogu qoran alkhaamisata masaan baad markaa usoo qaasa halkan ku qoran saacadda shanta galabnimo ayay balansan yihiin wahiya tashcuru waxay dareemaysaa bisudaacin wartifaacin fi lxaraara waxay dareemaysaa madax xanuun iyo xumadeedoo sareysa ayay dareemaysaa haddana darajatu lxaraarati baa halkan ku qoran heerkulkeedu wuxuu marayaa 39 digrii ayaa maraysaa ayaa u marayaa kuleelkeedu wuxuu marayaa heerkulkeedu 39 xumadaasi marka aada ba u sareysaa wa natiijatu waxa weeye natiijadii marka la eegana cindaha waxa agteeda haya zukaamun duray baa haya zukaamkaas halkaa lagu buuxinaya nasaxadha waxay kula talisay atabiibatu dhakhtaradu bi waa soo muuqurin bil raaxati wa tanaawul dawaa baad soo qaadaysa marka nasasho iyo inay dawada qaadato saasaa loogu buuxinaya halkana waa saciidun nin kale ilaa mudarisun waa macalin fil marxalati alibtidaaiyati wuxuu macalin ka yahay dugsiga hoose taqayaba wuxuu ka maqnaa macalinkaa saciid ani daraasati waxbarashadu ka maqnaa oo waxba muudhigin maalmahan wadahaba ilaa tabiib wuxuu u tegey ilaa tabiib alqalbi badanasa markaa dhakhtarka wadnuhu u tegey ladayhi mawcudun waxa uu isagu agtiisa ayaa la ballan buu haystaa oo ballankaas waxa weeye asaacata asaabicatood markaa soo qaadanaysa saacadda toddobada sabaaxan aroortii ayuu dhakhtarka la ballansan yahay huwa yashcuru wuxuu isagu dareemayaa bisudaacin madax xanuun iyo wa alamin xanuun fi sadri laabta ah ayuu dareemayaa darajatu xaraarati baa halkaa ku qoran heerkulka maraysa xaraaradiisuna waxa weeyaan 37 digrii
وتضبيه صدق ذكريه مريا والنتيجة نتيجة صوب هذا مركل باري لديه وحيث أكتيسة ارتفاع في الضغط والسكري ارتفاع في الضغط وحقرك عسم ديجا ديجيسة وحقا ديكرباشرة والسكري كنا قريزة سكرتنا وحقا معاني هنا وقبا نصح هو وحكولة تلي الطبيب والدكتوركو بترك الملح إنه قد تقع ريتان كمل هذا إيو والسكريات وحيابها مع معان ساسا تانا لوغو بحنية التدريب الرابع اقرأ الفقرة تدعى عن هذا الكاغري ثم اكتب واحد قرطا المعلومات معلومات كأدو كقر في الجدول جدول كاللغو بني معلومات كمركا أدو كقر. ذهب أحمد وأحمد وحو تقيل المستشفى نختار كوتكي قبل ساعة ساعة كهر ليقابل سوء قابل طبيب السدري نختارك لابط إيو انت تشتغى دكتورك بارا موعده وحويا بلنت اولى ليه الساعه الرابعه مساء اج وساعه افرت قلبنمو مركا الموعد بهلكا كو قرو ودرغتا هلكانا طبيبا كو قورن مركا طبيب السدري بهلكا كو قريسا هلكانا الموعد كو خيلتنا الساعه الرابعه مساء الساعه الرابعه مساء بهلكا كو قريسا هو يشعر وحو دريميا بألم في قلبي هل قاسو قوري يا مركا قلبي كقوري دونتا تصدحات ودنه كدريميا حنون وعنده ارتفاع في درجة الحرارة في الكل كيسنا وصر ريا وحويا 38 صدن دكري الحرارة هل قاسو قورنت هاي 36 دكري بات كقوري سا قابل وحو لكل مي أحمد أحمد الطبيب الاختركي فقال وحو كوري الاختر كله أحمد القلب سليم قلبي قو في يوي هاي والحمد لله إله بانا مهلا ونسحه هل كان يمكن أن نتيجة تسوى ما أرغتيت وحضرنا سأل القلب سليم قلب يقول في يوبه كان كقريسا والحمد لله إله بانا مهلا نتيجة يرسل كصواب حديث شواب تساسي نقطويا ونسحه وحكولتلي بممارسة الرياضة إنه عيارها سمعيه هل كان نسحه بممارسة الرياضة والحق عندما كقريسا ساسدو بحين سمركا كوثر إن انت الله إله هذا ذهبت وحاوتكتي إلى طبيب الأذني دكترك دكتا دجاها أوتكت أدري دجاه لديها موعد هل كان الطبيب تسوقكم قرنا الأدري بهلك كورسوك قريسا معلومات كساسة دوب بحنيسا لديها اللي نوا فوم كله بحني يكن أو كله ده بدنا حد كقريسا هل كا الأدري بهلك قريسا لديها موعد بلن بايلا دهاي قبل صلاة المغرب هل كان الموعد تسوقكم قرنا وحضر سمركا قبل صلاة المغرب أي أوتكي سبب بلنسين صلاة المغرب كهر تشعر واحد دريميسا كوثر وكوثر واحد دريميسا بصداع حنون بي دريميسا قاسة وقياستي الطبيبة دختر ديبا قياستي درجة الحرارة هير كلك أي قياستي الحرارة مرتفعة ويس الرئيسة هير كل كيدو 39 دكري وثلاثة دكري مركا الحرارة كو قرأت واحد كو قريسا 39 دقيقة بالقرصة. هناك ألم في الأذن. دكتا حنون أي كقبتها. هل كأن تيجي تو أحد أورنيس أمريكا. هناك ألم في الأذن. دكتا حنون يساعد أورنيسا. نصحت الطبيبة بالراحة. نصحش كلها تريسي. نصحت هل كأكو قرتنا بالراحة تبارك الله ميسو كقرصة. ساسدوب بحنيسا. معها جدول كا أذقنا. ثانيا الكتابة إما كان وقرالكي. إما كان وقرالكي. التدريب. سل بين الحروف اللي تصبح كلمة حروف تنسكوها جاء حد اسكوحد سأقول نقطه فوها أقول نقطه كلمة إما كالكهرة وح قرن صاد يدال يرى سدر بعض مركها نقول سالاب لاب تصاير اسكوحد بكلية قاف يلا ميا بابا قرن اسكوحد قلب وضنه بنقول يا سليم هكذا وح قرن مارقتي يدو كلا قوان سين لام يميم سليم وغامد عافمات قبا ضغط و يعني عداد سديك ووزن نوى ميزانك موها هلكن نوى سبب يعني وحا اين دليي سببتك انتي سبب ساسة سواغة شنسة التدريب الثاني الله يرسك اللي بادو حوي رتب الحروف حروفتا اسكوها قاج ثم السل حريري بينها حروف تتبنى استحد لتصبح سوء نقطة
كلمة سيئة كلمة نقطه مركو انت اسكو هجاجسو تبان ندب سوحد سيدا كواسو قرأي صباح سيدنا. التدريب الثالث اكتب واحد قرطة الكلمات اريادة تحت الصور صورة كوها اسقر ايما صور كايو اسلاد دونبو كلية هاي كلمة دن هلكن اسعاف باكو قرن وان براسك بابورك نمبر كاللحدة ياد كوها اسقر يسا قاريقو هذا الكيسا ان براسك اوذنون بادر كيسا وادكتي نمبر كسي ديدة ياد كو قريسا دكتي كلية وكلدة واحد كو قريسا قلب باكور قلب واحد كو قريسا قلبك نمبر كا صدح دا حقا كرسارا تلاتة دا لنعا كلي ياد كو قريسا وكا وضنه نمبر صدح دا كلية كلدة نمبر شن ياد كو قريسا صداع نمبر كو كارا فورد يسايا ياد كو قريسا صدر لابتي واحد كو قريسا نمبر كا صدر ونمبر كا ولابدا كلابدا واحد كو قريسا وها طبيب دكتور كا سو ونمبر كان تضبدا يكو قرمي يسو ننكال كان فديا حنجرة بيا حنجرة دوا كلابدا سدر كنوا كأفرت سدر تا كأفرت نقولنسا حنجرة دنوا كلابد كو قرنت هاي ساسا دو قريسا. التدريب الرابع والليلس كأفراد سل بين كل كلمتين لما كلمة دوا دوا لبا يسكحد لتصبح سي لبدا سنو نقضان تعبيرا هذا المعنى سمينيا ككوا دوا حوية طبيب طبيب هكا انه قرن بركا طبيب الاسنان بالله دونيسا لبنا هل كان هذا كود قرن سيقوا يسكحدن هل كان نمبر هذا لقري يتركا يسكو جيس لبدا كلمة طبيب الاسنان دختر كإلكه لبا درجة هل كان كو قرن الحرارة بات كود دريسا درجة الحرارة يتاد قرطو ياد نمبر لبا كو قريسا طبيب الاسنان نمبر كو بات كو قريسا شفاك هل كان كو قرن الله دا أجي وضحت الشفاك الله والله كو عافيه هل كان سدح هذا بنكود قرن سيقوا يسكحدن تقرير بهالكا كقرن تقرير مركب عويان وقرال تقرير طبي وقرال عافيمات وانا سوقف دكتور كو وحو سو قرو تبان نمبر كا افرتا هياد كو قريسا زياده بهالكا كقرن الوزن دا لا دونو زياده الوزن باي نقولنسا ميزان كو قردا هلكا شنت اي بنان تبان كو ودو قر تناول بهالكا كقرن الفاكهه بهالكو دونسا عنيتان كفاكهه تناول الفاكهه تبان نمبر كا لخد كو ودو قر ميسا بنان فصل بهالكا كقرن تبان واحد فصل الربيع حلقة جوجا تبان هالك تضوض قوة ضقر يا بنان. التدريب الخامس رتب الكلمات ريدا نسكوها جاتي لتصبح سأو نقطة جملة سأو نقطة هالك صداع أشعر شديد باقرن تبان واحد هذا أشعر بصداع شديد مضحون آدو آدك بان دريمية هالك هذا التقرير هو الطبيب باقرن واحد هذا كني هو إسقو التقرير الطبي وقرالك عافمات دكتورك سو قري هلكن waxa ku qoran الان تشعر بما با قoran isku hagaaji waxa ta bima tashuru الان imika maxa dareemaysa halkan waxa qoran الطبيب لزياره حضرت با قoran waxa hadalaysa marka inta isku hagaajiso حضرته waxaan u imid لزياره الطبيب ina dhaqtarka arkoon soo booqdo المستشفى الى حضرت لماذا لكن ayaa kugu qoran dadna hata limada hadarta maxaa u timid ila المستشفى dhaqtarka maanta waxa u timid ku keenay waa maxay dadna sidaade املأ الفراغ مما بين القوسين اما كان ميشا بنان لبدا اري اي قوسين كو جيره ميدكا كو هبون كو بوخي واحد رتا ذهبت وان تغي الى المستشفى ده الى شقتي هورن مستشفى دكتورك وحان كو تغي بل اسعافي ام بلاسكا كرمك دغدغا بابورك حضرت وحان تغي لزيارتي مدرس اورن ميسيد طبيب الاسنان ان ان سو بوقدان سو اركو دكتورك الكه نصحني وحو غول تلي الطبيب ودكتوركو بالراحة تبغى تقارن سامركا نصش يقول لي تلي بالدراسة تماها بالراحة تبي يقول لنا تلي القلب وضنه سليم بدن سامر كبير قري ما يصير القلب سليم وضنه في يوي هاي والحمد لله إله بارم هذا له هل لديك موعد بلن ما الله هذا هاي مع العشاء مركا مون سبحان الله مع الطبيب دكتور كم يجي بلن يجي حرن تهاي الواحدة السادسة عشرة وقيبتي لحية طبنات العضلة chapter ka 16aad wuxuu karam waramaya wuxuu yahay wa fasaha al hawar al awwal al ard soo bandhig al hawar al awwal
ليلسك وحر جدا وضا شيكيسك كوباد انظر ايق واستمع دقيسو واعد كعلي الابن انان كيبا يلي كم عيدا في الاسلام يا ابي امي سعيدود با اسلام كله يا ابوي الابا ابي حولي في الاسلام عيداني اسلام كله عيدود ايو ليه الابا ما الموضوع عيدة عيد الفطر عيد افرك اي بشر رمضان وعيد الاضحاء عيد اضحية اي بشر ذي الحجة الابن انان كيحولي متى يكون عيد الفطر قارمو ويهي او يهي عيد الفطر الابا ابي حولي بعد شهر رمضان بشر رمضان مكي دماته في اليوم الاول ما انت كوباد من شوال بشي شوال الابن انان كيبايري ماذا نعمل في يوم العيد ما انت عيد محاين قبانينا عمل يشقاء اي عبادة الابا ابي حولي نعدي وحن سينينا ضدك سكاة الفطر سكاة الفطر كان سينينا للفقراء ضدك باهن الابن انان كيبايري وما زكاة الفطر او زكاة الفطر قوامحي الابا ابي حولي ساع واحد سدك من طعام عنطاء عن كل شخص قفل بين تصالة قبحية والنول وهو محمد كاسودوغو وأفر مد والله بعن طوبه عن طوبه لبقى عموضة وأفر قرر قرر علياء الابن إنان كيبايري وماذا نفعل بعد ذلك انت أكدب محان سمينا مركان بحنو سكاة الفطر الابا ابي وحوري نصلي صلاة العيد تبدأ صلاة العيد نتكنين ونزور وحن تبت صوبه وقالنا الأهل الددك حكتدين والاستقاء يساحبدين الابن إنان كيبايري وحوري ومتى يكون عيد الأضحى عيد أضحى أضحيتنا وهضما الأبا أبي حوري في اليوم العاشر وما أنت تبنات من ذي الحجة بشة ذي الحجة الأبن إني كوحي وماذا نفعل في يوم العيد وما أنت في يوم في عيد الأضحى عيد الأضحى قال ما حين سمينينا الأبا أبي حوري نصلي صلاة العيد صلاة العيد نتكنينا ونذبح دبدوحا قورين عينا الأضحية أضحية دبدنا قورين عينا ونزور الأهل تبدو نحن صوبه وقرينا تدكي حكتدا يولا استقاء صاحبه الحوار الثاني كان وحويه ووضع الشيكيسي قال لبعض انظر ايق واستمع دقيسو واعد كعلي احمد وحولي اقتربت وحصور دواتي العضلة وحصور دواتي فصحي يا ابي ابوي الابو ابي حول وما رأيك يا نداء وامحي ترداد النداء ان انت لا اله ايوه دي محاد كتن اللهين الى اين نسافر حقين اصفرنا وانو ايرد الحيسنا انت امارتي فصح ان انت بويدي ندا واحد لدي فكرة انو طلان هيا او انكبحنا يا نسافر الى مصر تلك مصر بان تقينا احمد وحوري لماذا نسافر الى مصر ومصر محين وتقينا ندا واحد لي لنرى مصر وانا صارقنا تلك مصر ونهر النيل يوبيق النيل احمد وحوري موافق وأن كقرها عصناهاي فكرة طيبة وتلون أكسن الأبو أبي حوري كيف نسافر إلى مصر أو سفر مكان مصر تغينه سينو كتغنا محاين رفعنا ندا واحد نسافر بالجو هوذا ينكو سفرنا حق هوذا أو ديارة بين رفعنا الأبو أبي حوري السفر بالجو غالي إن هوذا كسفر رأى أن ديارة رفعنا وقال العقبة ما قبحيسة الأبو الأحمد باو حوري إذا نسافر بالبحر هذا ما حق بضي إنه كسفر هنا أو واحد نمر هنا مركب هنا راعينا أيه أحمد السفر بالبحر الرخيص سفر كا أينو بض مرنا وتشبين هالعقدي ساعات شبان ألا بابيحولي كم يوما سنقضي في مصر إم سما الموت أيه نقول لما يسنا تشوجينا تلك مصر ندا واحد لي سبعة أيام تضوع عشان سو تشوجنا تلك مصر ألا بابيحولي سبعة أيام متضوع شو سبعة أيام متضوع شو ayuu ku cali jameel buuri way fiican tahay musaafir waan tagayna hadaba waxaan baxayna yowma sabti maalinta sabtida insha Allah hadda la ila ahmed wuxuu riyo wanaadaan labadoodii waxay yahdeen labada carurta shukran la ka waad mahadsantahay ya abi aboy alhawaru thalith wada sheekaysiga saddexaad undur eeg wastamic dhageyso hadalka waacid marka dambe ku soo celi almudarris macallinka wuxuu riyo ayna sa taqaduna أين ستقضون هل قد كسو دميسان إسان عضلة الصيف فصح حقاقة فصح حقاقة يا طلاب أرضيها إلى أين ستذهب أنت أدوها الكي تقيسا الطالب الأول أرضي كوبات بايري سأقضي عضلة الصيف وحن كسو دميسان سوى تشوقيا فصح حقاقة في القرية طابية دي فيالك يقول دقنا مع جدي أوقي بان لتشوقيا انت فصحها المكان
ماشاسي هنا المكان ماشو هناك حركة طبيعية هذه روا مال حصلون أنبوق لحين أنص وحن لحين أنص سنقر لحين والهواء النقي هو دون هو نظيفة وأن تلويث يبوليوشن يوسخو منا أن لحين نظيف أنقيق لحين أنقرمون لحين أو نظيفة هو طاهرة الطالب الثاني أردقي لباد بايري ساقضي وحن قصور لما يسنى عضلة الصيفي فسح حقاقة في العاصمة مقالة العاصمة مع عمي أني أدركي بأن نسو تشوغي سأزور وحن صوبه قنية المكتبات مكتبتها هواوين كتبتو أيتالو وحلقي يمسدو والمتاحفي هي ماشا متحفيضة هدها يدقن كأيو لغوها أيو مارتي وحيا به تاريخي أها أيالان الطالب الثالث أردك استعادو حولي سأقضي وحن قصر رميساني أنوغو عضلة الصيف فسح حقاقة بين الجبال بغرها دحدود ميقا نبحيا مع الجوالة وحن راعيا دادك دالمرينك أهم ميلها أمرا إوريقة أيان راعيا للك صوم مرأي اسكت الحيسك الطالب الرابع أردك أفرادو حولي سأقضي العضلة في مكة والمدينة أنو مقالة مكية مدينة قصر رميسان إياه مع أسرتي أنا قويس كي غير كي غير سراعينا سنعتمر وان عمريسان دوننا وسنحج وان سوى حج دوننا ونزور وحن صوب وقن دوننا المسجد النبوية مساجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. الطالب الخامس أردقي شناد بايري ساقدي وحن قصر رميسان إياه العضلة محوها فصحة في بلدي وطن كي غير أنو وساعد وحن عاون إياه والدي أباهي بان كعاون إياه في المزرعة بيرتا وان كلاشا قيريا المدرس معلم كوحولي عضلة سعيدة فسح ولا يسمان قلينا ايدي رجينيا يا طلاب ارضي هاي الطلاب ارضي دوحي لهذين عضلة سعيدة فسح ولا يسمان يا استاذ معلم المفردات اريد ميش هاد بكتشرة ايان سو كوبينا العرض صوبانديكا انظر ايك واستمع لقيسو واعد كوحولي طلاب وان قصو قادر نميش ارضي يساعده عاوريا يسافره صعداريا يقتربه ودوانيا جوالة وقضتك يعني تلحيسك صوم ميرا ميرها بورها إيا بنانة إيا حورها إيا بيرها إيا كل ما ميلتك زكاة الفطري مركز صومنا اللي بحني فقراء وقضتك باهم صاع واحد سدك وكا صوري بالدب صوري يعني هو قادة أفرمد شخص مواقف مكتبات وملها كتب تلاقيها له مصر وادل مزرعة وابر أضحية وحولها لقدام ما أنت أضحية متاحف وملها هذه يشير أيالان هدها يدقن كيو وحيا به هراء مارتي دتك أيلها كنا تاريخها نهر النيل وبيج النيل جبال وبورها العاصمة ومجال مضحها فريق وقح كوح وي يحج وحجية يعتمر عمر سنية بلد ووطنك رياضة سواء كوين كسوة برني هذا بقى التدريب الأول ليلسك كوباد ضع علامة غلط علامة خلط صار على الكلمة الغريبة في كل مجموعة انت اللين لينك كوشرتا مدول بكلمة كوكو عصب واحد صارتا علامة غلط صار أصدقاء وصاحبه شعبان وحوية شعبان وابيش شعبان بين مقرتا وحين مقرتا قفك داركسان ولا إلى هذا قرية وضابيد فقراء وضدك باهن ذو الحجة وبشة ذو الحجة شعبان نبش شعبان بين قنكرتا عاصمة ومقال مضح أولاد وعرور جوالة وضدك تلحيس كما يلها قصومرة مدينة ومقالة مدينة أوكرة أما المدينة أدلة هذا هو مقالة وين مدينة ومقالة وين مركي المدينة هنا وحن قنكرتا المدينة المنورة جبال وبورها شوال وبشة شوال أضحية وحولها لقلوه مالنت أضحيه التدريب الثاني لا يرسك الله بعده حوي سل بين الكلمة وصورة المناسبة واحد سكوحدا أضحريق سكوحدا صورة هالك قرن هي أريدا ماركتي كماشة كهبون إما كان نهر وما هالك قرن ونبرك كوباد هالك هذا كقرن تهاي أيه وبيئة أو ماركتي حريسة حريق سكوح حريق ولا سكوحدا متاحف متاحف تحوي ميلها أي تاريخه يا الله أني يوم أردت هدي هرقنكو وحوي يوم أردت هالك جيمك أي تالا جبال
وايهي وابوره مالك أي كقرنت هاي ألف يا أسر رئيسة أيان قن رئيسة مزرعة وهل كان هو سيسي وكقرين هاي فقراء وضطبعهن وهل كبعض أي كقرنت هاي يددكو أي توجان أضحية هل كان ذلك حوالها ما ذحوه ذاتين هاي أما حوالو كم قدان وي سورة أسد دون بوليه مفردات إضافية ويمكن هو مفردات دارا العرض واصوب النجي انظر ايه واستمع دقيسو واعد فعلي المحرم وبش محرم صفر وبش صفر ربيع الاول بش الليل هذو ربيع الاول رجش كوباد ربيع الاخر رجش الضنب جماد الاولى يقول هو كوار رجلها جماد الاخر ربيع الاول وبش مولد اينا نقول نحن مولدها ربيع الاخر أي أيضا نقول إذا رجس كوبات يجماد الأولى رجس لبعض يجماد الآخر رجس الدحاب رجب يشعبان والله بالله صاصبنا ونحن هنا قلنا يرحب ضان شوال ذو القعدة ذو الحجة والله بيتهم كبل وسمتك التدريب الثاني رتب الشهور العربية يسكوها جاتي بلاها عربين سيسكوها جاتيهين وأيامك ذو الحجة يرمضان يرساس يسكوها حتى جاتيهين isku hagaaji waxa muharram baa laga bilaabaa oo ay ka bilaabanta sanadka koobaad ee islaam dabeedna isku habay oo mar hadar muharram intii ka dambeysayna habay atadrib athani ee layliska labaad akmil buuxi al faraaqa meesha maran qablo aw baada ama ereyga qablo ku buuxi haddu ku haboon yahay aw baada ka hor iyo kadib mid ahaan ku buuxi marka rabadaan baa halka ku qoran halkana shawaal هلنا مركز رمضان قبل شوال شوال ويكوريسا هل كان سفر باقرن ربيع الأول بقى مركز حاجة ما وحنا سام مركز سفر قبل ربيع الأول ربيع الأول ويكوريسا هل كان ذو القعدة يش شوال باقرن ورحنا يا ذو القعدة بعد شوال شوال ويكتم بيسا جماد الآخر أي آخر أي قرن قبل بعد الجمادة جمادة ذكره ده ويكتم بيسا وآخر تاتم بيسا رمضان با halkan qoran shacbaan ba halkan ku taala waxa marka la leeyahay rabadaan bacda shacbaan shacbaan way ka dambeysaa shacbaan ba horeysa safar ba halkan ku qoran safarna waxa weeyaan bacda muharram muharram way ka dambeysaa jumadul akhira qabla rajab rajab way ka horeysa rajab qabla shacbaan shacbaan way ka horeysa هذا بقى تدريب ثالث أجب عن الأسئلة الآتياتي سؤالها هنك جواب متى يصوم المسلمون قرم المسلمين تصومان متى الحج حج هو قرم ما أول شهر عربي بشا عربات وهر سواتما ومحرم ما آخر شهر عربي توضم بيسا وذي الحج أي قرم ماذا بشا أضم بيسا سنة الإسلام إن في أي شهر تبدو الدراسة قرم وحبرشته بلا بنتا في أي شهر تنتهي الدراسة بشهر لما تروح برشلو سندوكسيتك وكيف في أي شهر تبدأ في أي شهر تبدأ الاختبارات سواء امتحان الغاز قرمة بالأمان الاختبارات وقتها امتحانات قرمة بالأمان في أي شهر تبدأ العضلة فصلحنا قرمة بالأمان التراكيب النحوية يمكن نحن قادرين هنا تراكيب تجملوين كحق النحو ده أنا هذا قاضنا هنا. التدريب الأول تبادل السؤال والجواب. إسوى إذا سدى سؤال إيه جواب. أما ويديني والعلين مع زميلك صاحبك كما في المثال ستصالح قرن. المثال تصالح وحيه. دا واحد وحيري كم عيدا في الإسلام؟ إم سعيدود أي إسلام كوشرة. طايتني وحيري في العيد في الإسلام عيدان. إسلام كله بعيدود بليه. هكذا واحد قرن سريرا في الغرفة سومها كم سريرا في الغرفة؟ إم سسريرود أيها يالا قلكن أيها يالا أقول لك في الغرفة سرير واحد بدقلات الله أما السريران بأي الله وأقول لك لكنا كم طبيب في المستشفى إمي ساد أختر باتشو إمي ساد دكتور يا أختر كتشوغا كم كتابا إمي ساد كتابا في الحقيبة كتشرة الأورنيشن دادا كم معلما في الصف إمي ساد معلم بأسف كتشوغا قال مركز صفك أي شوغا أرديدو كم مهندسا في الشركة إمسا المهندس أي شركة تشوغا كم فرنا في المطبخ إمسا مشين أو كوع انتظر كريئة
أي مطبخ يا الله. التدريب الثاني اسأل ويدي كما في المثال ستصار عنك قرن سؤال ويدي ضدك أما كوا هو سؤال كذك. المثال أين ستقضون ستقضون عضلة الصيف هل جاكم صور لما يستنى إنسان عضلة فصح حجاج أقنع الله نكر أين تقرأ الكتب هل جاكم كتب تكو آخر إسا أين تغسل الملابس قدرك كم إسا أين تشرب القهوة هل جاكم شاه كعب إسا أين تصوم رمضان بس أنا قلت كسومي تونتها أين تدرس اللغة العربية هل جاكم كبرت اللغة العربية أين تقابل الطبيب هل جاكم دكتور كم قابل إسا سؤالها سوكر أيها الويدين كرا وساقرك بولي التدريب الثالث لا يلس كصدحات وحوية يساقنا تبادل السؤال والجواب مع زميلك اسوه إذا أرسده ويديني والعلين أدي صاحبك كما في المثال ستصارها كو قرن المثال تسالي وحوية طا واحد باوحري لماذا نسافر إلى مصر مصر محاين نكدونينا أو قصفرينا طايتين وحوري نسافر وحاين وقصفرينا إلى مصر لنرى نهر النيل سانو صورقنو وبقى النيل المدينة بحر قرية يسور المسجد النبوي لماذا يسافر بدل أنك تعلقن محوق صفر يا إلى المدينة محوق تغيا وصورنا ليزور المسجد النبوي سو صوبه غضو مساجد النبي لماذا يسافر إلى مكة بحر قرية لورن كرا مكة محوق تغيا صار ليعتمر سو صو عمره يستو هكذا حقنا السعودي يدرس الإسلام يدرس الإسلام لماذا يساعد لماذا يسافر إلى السعودية إلى السعودية محمود تقيا ليدرس الإسلام إنه صبر تدين دين الإسلام العاصمة وهي لماذا يسافر إلى العاصمة محمود عاصمة دو تقيا يحض ليحضر الأثاث إنه أرابك كانوا أراب تجوري كسر لها إيو كراسي ده يمسس كيا قوة لماذا يسافر محمود سفر إلى إثيوبيا تلك إثيوبيا محمود تقيا ليقضي العطلة سوق صر لما يستفسح يوتجيه جدة بهالكم قرن يقابل الأهل لماذا يسافر إلى جد جدة جدة محوتجيه اللي يقابل الأهل إنه الله صوكل من أهل كيسي حق تديسي التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك اسوي درس ويديني ورعلين يسؤال يجواب أدي صاحبك ستصارها أخرى تصارها محل مثال طا واحد متى عيد الفطر وقرم عيد الفطر جو طايت نحولي بعد شهر رمضان بشهر رمضان دبل يدويان عيد الأضحى بالكن قرن متى عيد الأضحى عيد الأضحى وقرمة بعد شهر ذي القعدة أي كذا بيسا الوقوف بعرفة متى الوقوف بعرفة قرت عرفة الاستاجي وقرمة بعد زوال الشمس وظهر كده بدي بقى عيد زوال كوردعه متى طواف الوداع طواف كنا بتجليين تحرم فوق قرمة وهنا مركها بعد طواف الإفاضة طواف الإفاضة ده ركن يجوا وقتهم بيا الإفطار متى الإفطار قرمة لا أفر يا مرك الصومية هاي بعد آذان الفجر آذان كفجر يكذب بعد متى الدراسة وحبر سدي وقرمة بلا مساء بعد أسبوع ويك دبدي العشاء بالكن قرن متى العشاء وقرمة عشده لعنة يا بعد صلاة العشاء صلاة العشاء يكذب زكاة الفطر متى زكاة الفطر زكاة الفطر بعد هذا المغرب سما وطهرة سطهرة معها مطالف تربية مطالف تروى قرمة أفركو بعد أذان المغرب مركب مغرب كأذانك وأذانك مغرب كده عكدي بالأفرية مركب أنا الدراسة بالكم قرن متى الدراسة قرمة براسو حبرسود بعد أسبوع ويك دبدي العشاء بالكم قرن العشاء قرمة ويا متى العشاء قرمة العشان يا عشان هو هضمة بس هون بعد صلاة العشاء صلاة العشاء مركب يدوي كدي زكاة الفطر هاكو قرن متى زكاة الفطر قرن ما الله بحنا زكاة الفطر صورنا بعد شهر رمضان بشهر رمضان دبديد العضلة بهالكم قرن متى العضلة وقرن مفصحه بعد ثلاثة أشهر صدح بلود كدب أي فسح للقلية التدريب الخامس لا يسكسنادنا وكنسنا هاتي جملا جملوين كان كما في المثال ست صلاة قرن المثال تسالي وحوي ساقض عضلة الصيف وحن صور لما يسنى يا محوها فسح حقاقة في القرية بان كل ما يسنيها ماشى الضابية دي بان تقيا مع جدي أوقي بان لتشوقيا الربيع المدينة وحالك نكو قرأ الربيع المدينة مع وحالنا يسأقضي عضلة الربيع وحصور ما يسنيها فسح جوجا في المدينة مقالة دوين ما خصور ما يسنيها مقالة دوين مع عمي أدرك بلسو الشوقيا الشتاء العاصمة أخبى قرن
ساقدي وصورنا ما يسنى عضرة الشتاء فسح الشيلالك في العاصمة عاصمة مقالة وين مع أخي ولالك يبالن شوقية الصيف الجبال الصديق والمقر الصديق أقضي وحن صورنا ما يسنى ساقدي وحن صورنا ما يسنى عضرة الصيف عضرة أما فسح حقاقة في الجبال بورها دحدودة مع صديقي صاحبك بالله صورنا ما يسنى الحج مكة أسرة بالك كقرن ساقدي وحن صورنا ما يسنى دونا عضرة الصيف وحن صورنا ما يسنى بس أخذ الحجة حجك أيام جدنا دونا في مكة كان كسر جدنا يا مع أسرتي أنا أقول إسكيك الله صعودا الخريف بلدي والدي بارك القرآن وسأقضي عضلة الخريف مع صورة ما يسنا يا فصح طيرت في بلدي وطن كان كورة ما يسنا مع والدي أباه بأن تشوجيا الصيف بارك القرآن سأقضي وصورة ما يسنا دونا عضلة الصيف معها فصح حاجة في البر باديها هي صحراها مع ضيوفي مرتدي إذا نصر لما يستنيان وصراعنا التدريب السادس تبادل السؤال والجواب مع الزملائك اسوي ديستا اسوي دارسدا ويدين يول علين أدي صاحب هذا المثال تصاريو حوية تا واحد وحد متاع عيد الأضحى وقورما عيد أضحضه تا اتني وحوري في ذي الحجة وبشة ذي الحجة شوال عيد الفطر شوال بهذا نكون قرن متى عيد الفطر وقرب عيد الفطر وصورنا في شوال وبش شوال ده حديدة أي نقولها الحج متى الحج بالك قرن في ذي الحجة وبش ذي الحجة السفر بقى قرن متى السفر قرب يصعد السفر كده صعد علينا في شعبان بش شعبان ده حديدة نتجينا الحر بالك قرن متى الحر كل القوة قرب قرمو سوغليا في الصيف جيرا حقاقي بوسوغليا اي نقولسا جواب البرد وهلكن قورن وقبوغي متى البرد قرمو سوغليا قبوغ في الشتاء جيرالكي بوسوغليا الدراسه بالكا قورن متى الدراسه وقرمو وخبرشده بلا ميسا في المحرم وخا بلا ميسا بيش محرم اي نو قورن والله اعلم بسوا